اسموني عمر. ولاد الحومة وشمسة غن من الخدمة يزولي قاتلات، يعني رجلة ساكنة فيا معنتها قاتلتني. عندهم الحق، عندي الرجلة هي الصح في الدنيا. نعم بعقليتي لازم الراجل يموت عني في الشهر. وعلاش يربوش لا والرجال كيف كيف في الدنيا، كل راجل يسوى اخوه. نسكن مع العائله في واحد لا سيتي اسمها سيتي شوفالي، جايه فوق باب الواد. في حومتنا دايرين بينا بزاف الباطيمات، خمسه وقيله. كاين ثاني جبالة القطار، غير سجور وحشاوش. نجم نشوف منطقتي واحد الحي مبني تحت الطريق، كان زمان في وقت الدردك شغل حدود بينا وبين حومة القور. كان ليل كامل ورصاصي سيح. صراحة كنت صغير هذاك الوقت. مازلني شافي ثاني عن النهار اللي دفنوا فيه الشيخ بابا الله يرحمه. الاعلام يرفرف الزنقة، الاعلام انتهى. هذاك الوقت كان ممنوع. الشيخ بابا الله يرحمه كان حمال في المارسو، القنبلة متاع باب زيرة هي اللي قتلاته هو اللي يتخدم معه. هذا ما يتنساش يا بلادي. مازلني شافي ثاني على المظاهرات، الشعب في الزنقة، العسكر الجدرمي عقبنا حتى للدور، الهربة تسلك. الحلفة ديالي كنت دايما نبحرها، نسلك من العسكر بصح كنت ناخذ كفوف متاع العجوزين. الحلفة غالية بعد هذا الشيء. باب الواد كثير المحايل ولا لينا درك، والغنية تقول باب الواد داه الواد. بصح دارنا صغيرة، الله غاك لنا الضيق. يما ترقد في البيت طرفانية مع اختي الكبيرة حليمة، هي مطلقة. هذا البيت جاي شغل صالا مونجي، عمري ما فهمت علاش اختي تلقت. على كل حال هذا شغل. واحد النهار بعثتنا ورحنا جبناها بها بولادها لا كواط لا شرع لا سيدي زكي. في البيت وين نرقد كاين اختي صغيره صفيه والخمس دراري تاع اختي حليمه، كل عام واحد جات محطوطين كل جني. ما نجيبش نرقد في البيت وحدي مع اختي صفيه ولا تمر. الله يبارك الله يهديك يا حرامات. مبقات الشيخ جدي غير الكوزينة تما يرقد، وفي الليلة وعلى بالك من جميل حس طناجر. بصح والله غير كلانا الضيق، وقاعد الملهوفين لازم يهرقمو. مزيان كاين البونسيون تاع الشيخ بابا والدراهمات اللي بعتهم من سيبي لولادو. في الشارية ديالي تروح بابور وفلوكا. الكاسة الثانية ما تسلكش من الدراري. راك تشوف هذا الميني كاسيت، فكرتها راك تعرف مارشي نوار عند صغار حاجة صحيحة. هذا هو تجويز الوقت ديالي، عندي واحد 30 كاسيت. هذا هو الكنز ديالي، قصايد شعبي قريب كاع سجلتهم في العرس. الشعبي يا اخو يهلكني يقسني. اي والله كاين لي ذوق وكاين لي مغلوق. مشتي تاني فن الهند، كثرتها الغنى تاع لي فيلم ديالهم يقيسوني. لو كان جيت مرضى ما نبكي كي نسمعها. عندي واحد زوج ولا ثلاث كاسيت سجلتهم في سينما الاولمبيا. صافية تكون في السطح مع الغسيل الحوايج، تكون تدوي مع البنات على الفيلم اللي جات في التلفزيون البارح. كاع البنات يعشقوا في هذاك اللبناني بولحية. صافية تضل تهضر غير عليه، تحب تصنع روبا كيما نتاع هذيك المنظمة ديال الفيلم. يا اخي لا مودة يا اخي. سعدية شتي الفيلم تاع البارح؟ صار كنت تشوفي ديك الروبا العزيزة، داك الشابو. سارة
ساره انا عندي السوق هذيك المفلوكه وداك التحويس تاعها وداك اليوم مع السخانه نتاع اليوم الشغل قناني معاها شتي هو مرفه هو مرفه وهي ما حباتوش من زوجات مانيش عارف كيفاش يدير الشيخ جدي بلا سنان نهار كامل هو يعلف يا عمر هذا قاسم الجزار برك تشوف اروح اروح يوم الصباح يضيع لي خمس دقائق باش يقرط لي رفع الشمه برك يزيد يشتكي لي على التجاره اللي ما تمشيش ادوي يضر يدوي يا لطيف ومن بعد يروح يحقر الصنع ديالو باش يبين روحو بلي هو المعلم نضرب رفع الشمه انا حاصل لهنا مع الخدمه هذه يا روح كنسلكها ثم تاع اللحم طلع وحبه وروح انت وخدم استغل ضيعت خمس دقائق ورفع الشمة كان بصح لازم نكون انتيك مع قاسم عندك ما يدرحنيش في اللحم ومن ذاك يصير بيني نعجة في عود الخروف هاي 8 و 4 انا راها انا خير لا ما انا خف انت خف انا خلص باش تبعد خف رسمي زهيرة تكون في الطاقة كما العادة انا اللي سميتها زهيرة على خاطر لازم لها اسم بصح عمري ما تكلمت معاها على حسابي عندها تقريب 30 سنه درك تستغرب شوف ليا كي نجوز وانا نضرب خزره ليها زكييني على خاطر في حومتنا حرمت لي غزر التواقي على كل حلم في اللي يقول عشاق الطاقه ما يتلاقى كاش نار تحبط ليا ماذا بيا ذاك النهار يكون يوم الجمعه في عقلي تمثل الوحدة من هذوك الريان متاع القصيدة زهيرة ميزي شحال من تصدم يطير في هذه الدقيقة تنزيد نبحري في العرق في هذه الزميت كانت فيها راهم يخدموا ما ندخلش روحي خير خاطر عشت مجموعة سلواتي يرموا التصدام ما بين رجلين عايشين تجوز ليلة في المدى طبعوا بينا تعمرونا كتاب الهم هذا إذا رحنا واحدة مولا بحمد ما تقعد سكتينا يبرد الأجل شخصي بلا رب ولادها ولا تخيلة عندي يا مرة اللي يجي من قبل وادي فوق ساعة الشاب كي يروح المكة حتى الكلب يتربى ولا صاحب الادمي وانتم يا حوايج ما تربيتوش كاع بارك الله فيك الله يعطيك الصحه واش ما ترفع علينا هديه اثبتوا لي كنا نجوا ما تاكلوا في اللوبيا وتفوتوا لنا الحال عندنا عندك الحركه عندك الحركه انا جو جاهز مع الرميزه واش نصير ان شاء الله واش كاين دابا في بيدون زبر حشاكم كان كوبا سردين واش نصير كان واحد قط هذيك بطه سردين ياكل فيها ايوا واش نجي ماشي كلينا ولا خليوها خليوها عطوا باتشي بشويه 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 شوف هذاك قال يا رب يا رب يا رب غير هي جات بطا سردين وهو استاذ هذا بكى هذا بكى يا خو في هذه الخدمه البونتاج ما يصلح لوالو على وايد في كل كور نهار الاثنين ذكراني مرسم يعني تيتولار طولت عليا بصح اليوم راني كي مسمارجع ما يخفالكش باللي ما رانيش متقف انا نسكن في المراقبه الذهب والصياغه
نطبعوا الذهب باش الصياغه ما يطرحوش الشعب. نخدموا في مجموعات مكونين بجوج خدامين. هذا المكتب الكبير يصلح لينا احنا في سته. هادو هما اصحابي لك نقدمهم لك. هذا دحمان بوفتيكا 85 كيلو، شحال يقرا الجرايد حتى الكتابات يقراها، بصح يقرا كثرة كتابات ميكي. ومن بعد نفعصلو الجرنان كاش ما يحكوا على الرياضة. هو في المجموعة الأولى مع حميد مشتاق معرفة اللي راهي تليفوني لواحد من صحابه. يضرب تليفون 50 خطرة في النهار. عند حميدوش مشتاق معرفة مضروب على حاجة. وين قوة الرياض مالها؟ المعرفة اللي حوس عليها بالشمعة. هذا علي كوكوماني راه في المجموعة الثانية معايا، نشتيه بزاف. السبعة ولي زوج عيون. صح. في الصيف يدبر مصروف بلاصو ويكريها في العرس. يضل يقول له كان ماشي الدنيا راه اليوم مهندس، بصح لا غالب ما كاش زهر. هذا شلابي هو القديم هنايا، دائما مشبح يبرق كي سردي. عنده 15 يوم وهو مكامبي في الطاقة بالعربية، شاف بارت مافارا في الدار اللي مقابلة. جاب لي ربي حب يصدق كاش نار يروح يكسر الباب. جمال في المجموعة متاع شلابي ثانية، إنسان أنتيك يخدم، راحين يبعثوه الوزارة. ما نظنش نتبع الطريق نتاعو، دخل لهذ الخدمة صغير. أنا قلت لك من بعد الشعبي نشتي فن الهند، الأفلام ديالهم ملونين، دماغ البوندي دايما مكرفس، الأمريكان يغني مليح على بالك. كيكو كاش فيلم هند في الجزائر قصبوا باب الوقت تقلع، ما كان لا يحطوها في الجريدة، الخبر يلحق ثمثا. أنا ثاني معمر بالتكاتكي، من صغر حكاو لي بلي كاين شي أغنيات هايلين كاملين. Thank you.
واش بكم تزكيو هكذا؟ تقدروش تخدموا تراكيل دركاف؟ يا انتم تزكيو احنا قاعدين. راه كي حبيتو هكذا انا قاعدين هكذا. راه زيدوا تزكيو وصفروا وكيمشيو. السهرة كي تكون نسمة حلوة نتلاقاوه هنايا مع مساغر نقصرو على كلش كيما تهواناش القصرة نعطوها بسوسطة ولا نسمع موسيقى سوسطة هنايا في الليل يا خو تستغرب كي تعرف شحال من الناس يسكنوا هنايا كي يكون المالو منا تسمع الموجة الليل طويل وكي يعيا واحد يطلع للدار يرقد شحال من مرة نجيبو الصبوحي هنا بريد بريد خوك الكبيرة وجاي اسمع انت يا نوت خليه يا تيكل يا تيكل خليه واش علمت ترى تاع الليلة والله ما كرا يا تيكل يا لطيف هذه الصبحة ما نجمش نفطر راني متأخر بساعة رقدت واليوم عندنا خرجة مهمة الخوا يكونوا يوجدوا الحالة مع عمر ريقلو المعلم ديالنا نسموه ريقلو خاطر وليد ريقلو واحد ما ينجم يشري صعيبة المسؤولية في الخدمة ديالنا شوفات متاع الطوابع متاع السياره خطيره وكاين دايما شي ناس يخدمون يحبوا يخدموا ناس كيمي اليوم عمار ريقلو حكمت له راه معول على الزنقة اللي جاية من البنك في الزنقة كاين البيع والشراء تاع الصياغة كاين منهم زواليات اللي يبيعوا صياغتهم باش يشروا القوت لولادهم ما بقات لينا غير البحث باش نحبسوا المارشي نوار نصدموا مع البوليسي ماشي دايما اللي نجمو نزهاو بصح هاد الليله كاينه حفله كي نقول حفله يعني كاين كل نوع
المليح والدوني. بصح انا نجو نصارو خاطر كاين حفله شعبي ولازم نبلعو واش يجوزونا معلو. راني عارف الدعوه لقيا تاع نحملو كلش باش نشوفو ونسمعو الشيخ شاعو. أيها المتفرجين، والآن قدموا لكم رواية درامية اسمها حزن السلطان. أتمنى لكم سهرة سعيدة. كم حياة حزينة، لن تستطيعون أن تعلموه. كم الملك يتعب في هذه الأريكة. أعرف قواتنا الابتكارية وثرواتنا ورزقنا المولود، لكن تعب الأمير تعب عميق مثل المحيط أحكم وأقبض، والأيام تمضي والرؤوس تسقط ولا شيء يتحرك في القصر. إني حزين، حزين لأنني بلا حب. إنني الأمير، الأمير بدون حب. أيقتل السلطان يا أخي الطاعون يا أخي، يا أخي قوقوعو يا أخي. يا أمير المؤمنين، سلام يكون عليك يا جلالة الأمير، لأبشرك رسالة سرية. تكلم يا غلام قبل أن أشفي حزني في وديان دمك. رسالة من بنت الوزير أود. هذاك الحسود. يا بدر البدور، يا غصن البان، يا زين المسطور، تحبي جلالتي يا بنت الزفت عزيزتي صفوان. كيف أستطيع أن أعيش في هذا القصر الذي فيه قلب صافي وشريف؟ إنني تحت أمرك يا أمير المؤمنين. أعرف إن كلامك هذا يشوقني. بأي قدرة تريد أن تقرأي عمق قلبي؟ لا تقولي شيء واقبلي الشيء الذي أهده لك. كم رخصت من كثرة حبي. 10 غلام سود، 4 خدمات، وقطيع من الكباش. شعبي ولا خلينا شعبي 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 وين دارك وين العنوان يا لالا
القلب شافك ونظر حياك وغصن ورضين بالإداب سلبتي الفكار يا لالا يا العذرا يا مسك الليل سبين حل عطف قلبك در جميل يا غافلة يا ندير تنجم السوهيل سعدي قليل رفقي دين ورشد نميل يا لالا يا العذرا وين مواليك أنا خطير وين دارك وين العنوان يا لالا قلب شاف ومضر حياك وقصن ورضين بالإداب سلبتي الفكار يا لالا كل وحدة تعصبة نجوز اليوم على زوج عيون باش نلحق كوكوماني يسكن قدام سيدي عبد الرحمن شبعنا اليوم شعبية مازلني مدوخ بهذوك القصايد بصح قاسني كي جاب اليوم الخميس الشعو ناري هما الناس اللي قطعوا في الليل النهار يقلبوه كتيكم صنوع فطروا الليل يخطفوا سناسي نتاع نسا في الزنقة في وسط الشعر مرات يكونوا معهم شي صغار واعرين اسمهم جواكا ما ينسوش يموسكي يهجموا على واحد وزين شواقة نتاع البوشير ديع الناس تخاف منه كيطيح على واحد الله يستر ماما قلوا له يا جاهل واش اهلتي ودي براحك بدي اصبع ولا وش مرحبا تفضل مرحبا تفضل مرحبا تفضل هنزيد كاسيتا Dentro del micro. هذا الصباح ما رانيش فورمي اللي راه يتخبط البارع عراوني ومقبيلة دوخني عمار رجلو على جال المرأة اللي خليتها تروح صباح الله راني ملقي ذكر انا ضاربين دورة عند سياغي اليوم نخدمو في جواية بيلكور ومن بعد نروح نشوف محسمين هكش ما يدبر لي كاسيطة واحدة اخرى حبي محسمين يسكن في الطريق يجي يمر الجاليري الدار وين يسكن فيها مبنية قدام واحد الدار اللي ترتق فيها الغاز برقع الناس يطلعوا من واحد السلم من بيوتهم هذا الحطة دهشني كل ما يشوفها اخي حالة مانيش عارف ولا راه في الدار تكون بركة قريب لحداش ولا بالك ساعة ساعة يزيلق عنده معرفة صحيحة في الخدمة ودايما يدبر حوايج اللي ما يصابوش في البلاد هاويرا استغرب داك يستغرب كيف شفتني انا محسمين ضحايتي الحاجه اللي تصرا في المرسى على بالو بها تربينا سوا سوا كنا نسكنوا في حومه واحده رحلوا في الاستقلال باش يسكنوا في وسط المدينه نتلاقاو ساعات ساعات في الملعب كيروحوا نشوفوا المولوديه بصح هو مدود عليها لطيف
درك نحكي له على السرقه كيفاش طاحوا عليا دماغ الشاقور وكاع الحكايه. شوف ما تدوقش نجيبوهم نطلع نسقسي شي مساغر في دلاله ما يكونوا يدوروا غير تما ونكون معاك هكذا ندير لهم خمس دقائق. لا اسمع انا تعرفني ما نجيبش نقعد بلا كاسيطه تلقى كي قعد بلا موسيقى. شوف هي عندي وحده وصار عندي واحد الطفله مديت عليها الكلمه الا ما شريتهاش من اليوم راهي ليك. كل عليك باش تدور في حالها. والله صح مال العشيه نتلاقاو في سرك المولوديه. صح ها صح هيا هيا من بعد جوج راه يقول لك انا شوف قال لك هذا سيراكوزا يا صاحبي دار حاله راح لبوليفي دار كوديتا لبيرو حب يشري وجههم لارجنتين كوديتا حتى مشي لي قال لك كان معاهم يا هذا جون وين هذا؟ هاي قاعد تركي لي يا جون وين هذا راه الصبوطه شتا حسيات تقول لي جون وين السلام عليكم صحة صحة عمر صحة وينا صحة وشتاب كلكم مالي صحة تشوف جيت غير على جالك يا مو هاي نحيدك مشتاق انا شوف سعر دبل لبي العيانين صعب ترزيتي تمشى مليح كي توصل للدار عمر ما تنساش راه سونديس الميكرو ها هو الميكرو ها هو الميكرو هاي كنت عبط باش عندك كاسات زيادة ما تدوخش تمشي مليح شي تحال صغيرة يا مو وبان فاهم صح هو صح واش ما سميناكش ما عندك حاجة جديدة ولا ما سمينا عنده ديما حاجة للبيع هاك حاجة هايلة يا تقعد وحدها يبروك فيك وهذا تعرفه بشتا سلام عليكم هيا هيا اوه حبيب اللي يبو ايه سيدي اللي جاشي عندها ساعتين ما يخلص التلفزيون دائما يرقدوا ويخلوها مشغول. واحد زود ثلاثة أربعة واش ننجم نحكي مسخير لي يهدر وحده
هاني نسمع طرولي برا. الدراري يبطاو باش يرقدوا. حيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد. في عشاء رمضان نهارات طوال. طرولي واحد اخرى حبست. هذه هي الاخرى. وعلاش الورد حمر؟ واش ما تسمعنيش؟ بصح لازم تسمعني. راني نهضر وحدي، ما كاين والو، ما رانيش عارف علاش. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. واش ننجم نحكي؟ مسخير لي يهدر وحده. هاني نسمع طرولي برا. الدراري يبطاو باش يرقدوا. حيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد. في عشاء رمضان نهارات طوال. طرولي واحد اخرى حبست. هذه هي الاخرى. وعلاش الورد حمر؟ تنجم تقولي؟ واش ما تسمعنيش؟ بصح لازم تسمعني. راني نهضر وحدي، ما كاين والو، ما رانيش عارف علاش. صحة صحة مو تيل كل دائما الحداشة تشبيكا ستاندارت يسكر هاد حياتها. واش فورمن؟ ها انا جربتها هذه الصبيحه. ها وصل التليفون تاعك؟ لا حاجه مليحه. انا شريت لها ليفيل. اسمع قول لي مو الكاسيطة اللي عطيت لي ما كانتش فارغه. ها ماشي غنى، هضره هضره تاع طفلها. صح صح هذيك اللي خممت انا مالا تخدم معاك. صح ايه اسمع خممت لها العشيه باش تجي معانا عرس كوكوماني ولي حكم لا صونو. صح شعو شعو ايه ولي قصه. اي هم بعد تقول على شعو ايه مالا العشيه في الحومه. ها الحباب وفات يا مات سرور غاب لبان جسمي من قله وعدم والروح في نبات عقبني الزمان فقدوا محان ريت بدور تمام يسمى ومبان جيناك يا القاضي تفرقنا بالفصال جيناك يا القاضي تفرقنا بالفصال إذا الحق فيا قبضوا مني ملو الفيتات عني يا القاضي حسن عوني وما فضل
بانا حب عفنا لي سحر ذاني ويا القاضي انك ذوقي لبيبي ثماري مرجحت العقل انك عيار جرتني ميلا في خليل دي صالت على البذور هجرتني يا حسرة جيت نقيس بيك نار غرام في سياري وتي زاد الحالي نار على عزيزة علي سيدي رسول الله عزيزة يا سيدي مانيش نتلاقى معها بزاف تخدم في واحد المكتب واش معها سلمى تضرب داكتيلو تعرف يا عو واحد النهار عطاولي ميزابي على بالك لا غير هي اللي سلكتني مسكينة تخدم في السانديكا كيفاش دايرة شعرها كحل ما تزينش بزاف طفلة انتيك وما تتكبرش صعو مار قولي كيفاش حتى خدمت لك عليها هكذا وانت ما تعرفهاش اسمع صعب عليها باش نهضر لك على هذا الشيء تعرفني مليح يا مول جاب لي ربي كي اللي كنت تهضر معايا ايه كنت تهضر معايا كنت عيط لي اسمع موح ما تضحكش عليا اسمح لي يا عمر هاني مع مصدق غدكش الحال يا عمر بجمال وساباني واحد الغوزيل بجمال وساباني واحد الغوزيل علاش بيبي
عطروا لي برا الدراري بطاو باش يرقدوا حيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد عشية رمضان ارقد ارقد اصدر لي واحد فرحت ارقد هادي هي يا تميمي ارقد ارقد هيا ترقد هيا هيا ترقد السباحة مانيش ملاك أنا مهلوك شرط القاوي زادوا هردوني نصغر خرجوك وكما أنا مجيش لك جات صبوحي في الحص أدخل عمر ها واحد يحوس عليك ادخل السلام عليكم je suis venu chercher les bijoux qu'on vous a laissés vous m'avez envoyé une convocation oh mal à balèche vous m'avez dérangé monsieur j'ai fait déjà un grand magasin de bijouterie et j'ai fermé en rapport à ça mal à balèche juste la chine juste la chine ça va me cacher moi je n'ai pas le temps de vous écouter monsieur Vous avez compris, j'ai pas le temps, il faut que ça passe vite. Le temps passe, les minutes passent et de l'argent, ça me coûte très cher. Et vous, vous faites rien, vous êtes assis là comme un petit ver de rang là, ici, qui ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, maintenant ? Oh, quelle tête de tchik-tchik il a, ce type-là. Mais non, mais tu me prends pour qui, dit, hein ? Tu vois pas, fumier de la peine, tu fais perdre du temps, non ? Salopard que tu es ! Mais dis-moi, mais tu veux me faire mettre en colère? Non, mais je vais vous casser la gueule, moi. Il faut que tu te débrouilles. Arrange-toi comme tu veux, mon vieux. Hein? Et pourquoi tu souris, là? Aïnik, d'aïnik, qu'il grillo. Toi, ça va que tu te connais, mais là. Smet, j'ai l'oubia, goulé. Ouais, t'as que le macaron, là, t'as que l'oubia, ouais, t'as que l'oubia. Là, t'as que l'oubia, t'as que l'oubia, t'as que l'oubia. قول اهدر معي يا بشيني واسمعك ولا ما اسمعك ايوه هذه الصحابه يا واش كاينك يا بناتي ما تقولوها معاك هيا تهزي معاك انت تدري Je suis venu dans un bureau pour réclamer mes bijoux et puis je crois que c'est la mafia mais je regrette on se recontera un jour je viendrai avec mes forces et je vais te faire voir comment je vais te ranger et mes bijoux il faut que je les prends هذه السهرة جا خالد طاري زورنا هذا العبد عايش بالهفان والفستي فيه قطو رجوي شوية حبس هاك تعرف داوه في الغلاط الحسن ما يقول كان مقلة في الجبهة حبي يغطي الشمس بالغربة من داك ويهجموا علينا هو ولاده كي تكون حاجة مليحة في التلفزيون لحقت للبار كان معمر بالكور ريبرتو ريحة العراقي خارجة حتى للزنقة على واحد 100 متر واش نشوف واش يشوف خويك لاباترول تاع لي زوام ولا غير كيما راني نقول على واحد 100 متر برك عاش لي زوام بصح ما تشفاش عليهم في ذاك الوقت كنت مازال صغير كنت مازال دري ولكن كيما قلت لك صاقات عليا تعرف الجماعة غير كيما شادت في لومبيسكات تاع بوزريها وواحد مسك منهم وكيفاش نخليلها ما كاش منها نخليلها ولو كان كنت وحدي لازم عليا نفريها واش يدير خويك كانوا تلدلات تلطرمانات تلقرونات خويك كانوا يدغدغوني في الجيب خليتي في الجيب
تخرج حبيبة هاي ما ونميز ونميز عن سهرة ونقول لها هاي لك خودوا هاي هاي لك لكم اقسموها بيناتكم. وصل بس دخل ما ترتقتش والله ما ترتقت في ذاك البار هذاك صقع العياط كيفاش ندير الاول حبيت نخليلها لكن خفت من العسكر بصح قول لي يا وليد ها كيفاش تحبني نروح بلا ما ندير والو ما كاش منها ما لا واش درت كنت هذيك الدلاعه الدلاعه الثانيه هذيك لا كروناد ولحتها وطرطقت في البار ايه ونزيد الدلاعه الاخرى هذيك الثالثه جيت باش نرميها وي واش نشوف لاباتون تاع لي زواج جايه حابطين قباله ليا ايما خويك جبد الموس في يد وحده وهذيك لا كروناد في يد الاخرى او Le jeu de distance des boxeurs se fait ainsi qu'il y a des idées. Ah oui? De différentes sortes de curies. Elles sont pour l'aide. Mais nous avons fait un marché. Si c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Si ça ne l'est pas, elle en prend toute la responsabilité. Elle a fait des marchés avec moi dès qu'elle a su parler. Oui, ainsi qu'avec son docteur. Je sais exactement ce qu'il en est. Je vous en prie, venez par là, docteur Wendy. Merci. Son éminence descendra dans une minute. J'aime de ces interminables réunions. Je vous demande de quoi il peut bien parler. Vous pouvez dire le je pense. Voilà. Ah, ouais. وار عليها حمرا بالذات هاي روح ديرهم قهوة ديال الدوس الاخوات اسمع اشتغل وي واش تقول واش شكون شنو نهدو اللي يسمعوا اشتغل ايوا دير اللي يسمع خليك عندي دير دو كوارتر بيان سور او شد قصر تاعي اسمع تقول اش فيه قلنا دير اسمع يا مو مانيش نقعد هي اللي تجيب الماتش المولودية حبيت نعرف سالم دير مجهودك نتكل عليك حبيت نسمعها تقصر حبيت نشوفها حبيت نسمعها تهدر مش عارف تخلطوا لي الخيوط اسمع جي غدوة للصطاد صح تلقوا في 21 كيفا في الفلامبو صح بصح لازم نعرفها لازم هيا من عش اليوم الحال هو شميشه هايله العشيه راح نشوفوا لها مصدر ديك هذه الصباح رانا قاعدين شيخين نستناو لحد العشيه كي العاده يا كريم جيب لنا شعبي حمالي ها يا اختي انا مش شعبي نتاعك انت جيب لنا شيك اسبانيول صح علي الله يسلمك ودي لافي هذاك اللي ما كاش منك تاع مال دوميرا ودي لافي هذا دي لافي اللي وصيتك وانجلاز ايه عملي دي لافي يا اخي جايح يا اخي ضربوا على مال دومير يورينا كي العادة تصاور تاع البنات عنده ما حوش جدو خاطر كان بحري تكره شومور احنا نديرو كي اللي تصاور يعجبونا بصح جلول يجيب به كل دائم الوقت ماشي حق عليه كارولي ستوكهولم يا اخي ستوكهولم ستوكهولم لا شوف منا شوف منا اسمع عليك ولدي عليك لا 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 خاف عليهم انا قانت بيت اهبول عاد اللي بكلش بصعب هادو والو Allah
شوف هاولي ديما داوي الدور هناك شمي دراقي ما تدوخش اكل توبة ها قاعد بركاس ها؟ لا اخويا علاش؟ اي راه بكس جا اخرى كشمالو بالك ربي اي اي قالي هضرت معها راني قصرت لها عليك قصرت لها عليك هضرت معها كيما تفاهمنا جاتني صعيبة يا مو تعرف بلي خاطيني انا هاد العبسات هاد فاكتور هذا اللي راهو يجي هذا خاطيني انا هي مش حال طن هاد كي عارف تقول لي واحد سمع الهضره ديالها هي عملها محات التسجيل نتاعها استغربت عطيت لها اسمك لا عمال بونوك على بالي اما لا دوكا وعندك الخيط راك من برونشي هذا الجماعة نسيت قال باري سبورتيف كما راكو تشوف محسمين أولي لحقني حتى الحومة كي العادة أصحاب المولود يربحوا بصح أنا نخمم بزاف على الشي اللي قالوا لي محسمين
ياك دوك راك مبرونشي وعلاش راك تشنف؟ شو معنى انت مبرونشي؟ هذا مبرونشي صح هضرت معاه ومن بعد واش كاين تحسمه ولا واش؟ عمر راني درت اكثر من لازم وحكم قدرك يرحم بابك. واش انا وليت نزوج الناس انا؟ شكون تكلم لك على الزواج؟ انا تكلمت لك على الزواج. اه الحديد قياس. لا لا عمر هنايا مركتها. كاينه اخويا ما كاينه راني مخطي صح. ما نزيدوش كاع نهضروا على هذا الشيء. هيا حسن بقى على خير. ياو كاش شي نهار تقتلك الرجله تليفوني 270 راك تشب سلمى ورد لي بالخبر واش تقول لك. كان بزاف دقيق كيما بزاف بزاف دقيق. لو كان تروح تشوف التلفزيون ماشي خير ها عاد وحدك في الدار تعرف واش يخرج عليك بورورو. لا قلت لك انت بورورو. واش جدي سمعلك الشعبي مالك؟ شعبي ميت الشعبي انت قادر شعو هكذا تنحرق الزطلع يسقم رجليك. واحد اخر مريزة من لا ينام ربي عالم الاسرار قدر رجلي وبلادي. قدر رجلي وبلادي مشيت بالقدم وشفت بالبصار حتى لقيت من سبب الزين والباع والحسن المسرار. يوم الخميس واش تاني لقيت فاطمة مسرورة الشفار اللي غرامها بالضاني. هذه الصبيحة راني مروض كاع الليلة تاع البارح نطلع ونحبط كيفاش نهضر مع سلمى. شي صعيب صعيب الشي باش تهضر مع انسان ما تعرفوش. بصح بصح في الحقيقة بديت نعرف سلمى. ها بصح فهمنا فهمنا نجمو ندير والو معاكم ولا واش يا اخي يا اخي قزادر يا thank you.
ne vous êtes pas bien regardé devant votre miroir, soyez énergique, redressez-vous, prenez une allure sportive et dégagée. Un charme imprévu se dégagera peu à peu de votre personnalité. Votre esprit sera plus éveillé et votre matière grise s'en donnera à cœur joie pour vous suggérer des combinaisons ingénieuses qui vous conduiront rapidement à une situation enviable. Attention cependant de ne pas trop exagérer. La vie que vous menez est un peu trop trépidante. Du calme, de la réflexion et surtout du courage à l'ouvrage. Allô? جوز لي البوست 270 صح صح سلمى انا عمر عمر على بالك واحد تكلم لك عليا ايه الكاسيت كل ليلة نسمع الصوت ديالك يبربرني انت اللي صورتي الورد في الحيط انا مغلق في حاجة البنتورة شكون هذاك الوليد اللي كان يبكي؟ انا ما يضروش بيا على بالك حرامات راكي في النقابة مو هو اللي قال لي انا مازال راني خمم يا خويا خفنا شويه رحم الله عليك لا حفرت لنا الدبه ولا واش اخي محنايا حبيت نتلاقى معاك باش نتعرفوا نجي لك غدوه على 12 ها على 12 الخدمه Thank you.
مليح مليح تمليح قلت تمليح لانا دو بياس واحد زود ثلاثة أربعة واش ننجم نحكي مسخير لي يهدر وحده هاني نسمع طرولي برا الدراري يبطاو باش يرقدو الحيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد في عشاة رمضان نهارات طوال طرولي واحد اخرى حبست هذه هي الاخرى هذه السباحة ما راحش نخدم كنت مدقدق رحت الحمام كيس حسنت الحياة ضربت بيشة دروك راني بونو اي قريب 12 دوك تخرج ونروح ليها ها هيا عمر هم بداو يخرجوا بصح ما لازم السلمة تشوفك معايا ها فهم لك عمر ها من ربع بلاد هادو راك تشوف هاي على اليسرى هاي لابسه تشيني هاي ليك هاي حبست هاي قتلهم خاو على خير هاي عمر هاي روح أنا وانت تمرض فيها ودوك راك واقف لي هناك الشمعة هيا عمر اصدم روح هاي لك روح هاي سلمى تاعك هيا عمر روح روح عمر روح عمر بكا ما تخمم روح روح عمر
هاد الليله ما رقدتش ملاح، راني ملقي وما فطنتش على الوقت. البارح لا جزيمة بانت لك لي عيادة، راني خايف تكون مريضة، راني بديت نزلط، راه الشهر ومازال ما خلصوناش. اليوم عندنا خدمة مع السياغين، ما رانيش عارف لا نحكم طرولي ولا نحبط نمشي. هذا الصبح نضرب تليفون سلمى، هذا الصبح نضرب تليفون سلمى.